من جديد طبعا برحب بك يا مريم وبكل ضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك يا مريم، طبعا ببارك لك وببارك لكل جماهير النادي الاهلي، الف مبروك حصول طبعا فتيات الذهب على يعني بطوله الدوري لهذا الموسم. يمكن طبعا معايا واحده من نجوم النادي الاهلي ومن نجوم الثلاث مباريات في سلسله ذا بيست اوف 3، تيتيانا بوكان. تيتيانا، فيرست اوف اول ليت مي ويلكم يو اون الاهلي تي في شانل اند تيل يو كونجراتيليشنز فور تودايز ماتش، كونجراتيليشنز فور اتشيفينج ذا ايجيبشن ليج فور ذيس سيزون. Thank you so much, first of all, for following us. What I can say, it's a great victory, winning third match 3-0. It's great. It's like the best what we could wish. Maybe the we lost second game. Maybe we was a bit relaxed. Maybe we was a bit tired. We took a rest yesterday and we prepare ourselves and our head to fight this match. We deserve it, and maybe the revenge is the sweetest way to win. طبعا زميلتي مريم باركت لها على حصولها على بطوله الدوري وسعيده جدا مبسوطه طبعا، وبتشكرنا بالتاكيد على يعني متابعه قناه النادي الاهلي وعلى نقل المباريات، وكمان اتكلمت على يعني ان طبعا المباراه دي هي مبسوطه جدا يعني الحصول على بطوله الدوري والفوز في ثالث ماتش او من طبعا من سلسله بس او 3. كمان اتكلمت على الاستعدادات برده كانت عامله ازاي، يمكن طبعا كان بعد خساره المباراه الثانيه امبارح الفريق كله كان طبعا في المعسكر، كان كله ذهنيا مستعد وكله معنويا كان مستعد للمباراه دي. وكمان اتكلمت انه يمكن طبعا يعني ريفانش زي ما هي قالت، فكره انه طبعا بعد ما بتخسر مباراه وبتكسب مباراه بيكون ليها احساس مختلف. تيتيانا، also you told me the last championship, the super championship, you told me that I promise الاهلي fan that we're gonna win all the championship. Yes, I promise four. For now we have two. In super league week it's gonna be third, inshallah. I'm so proud. I have to say that I'm so proud on my girls. This tonight was teamwork, and I cannot explain how much I am proud on all of this team. Oh, wait! So can you go to yes? Thank you. Thank you. يمكن طبعا زميلتي مريم يمكن طبعا راحت بسرعه عشان يعني تحصل على الميداليات الذهبيه في التتويج اليوم، يمكن طبعا اتكلمت وقالت على انه انا قلت لها انت وعدت جمهور النادي الاهلي بالفوز بجميع البطولات هذا الموسم بعد بطوله السوبر. قالت فعلا يمكن طبعا قالت على اربع بطولات، اخذنا بطولتين لسه فاضل بطولتين كمان، بطوله الكاس وبطوله افريقيا، بتوعد جماهير النادي الاهلي بيهم ان شاء الله ان هم يفوزوا بجميع البطولات هذا الموسم. والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا اتكلم ليكي زميلتي مريم، تفضلي. شكرا ليكي جدا زميلتنا سالة حامد. تاتيانا بوكان الحقيقه كده تتفقوا معايا، هي واحده من احرف المحترفات اللي انضموا لصفوف طايره الاهلي.